الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع بولندا ويؤكد أن موقف مصر تجاه أزمة روسيا وأوكرانيا يقوم على الحل السلمي. مدبولي يؤكد الحرص على تقديم كافة التيسيرات لإقامة منطقة الصناعات البولندية، ورئيس بولندا يؤكد أن مصر إحدى الدول الكبرى في المنطقة. زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على موسكو، ومجلس الأمن الروسي يهدد بقصف مراكز قرار غربية إذا ضربت أوكرانيا مدنا روسية. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع ندى رضا. أهلا بك ندى. أهلا بك دانا. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن زيارة الرئيس البولندي أندري دودا إلى مصر في هذا التوقيت الحيوي تعكس مدى الأهمية التي يليها البلدان للعلاقات الثنائية والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب. خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي، أضاف الرئيس السيسي أن المباحثات بينهما تناولت بشكل تفصيلي سبل المضي قدما في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وعلى الصعيد الثنائي تناولت مباحثاتنا بشكل تفصيلي سبل المضي قدما في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي. هو الأمر الذي يتطلب العمل على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات بغية تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في الشق الاقتصادي، والذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة في مجالات مختلفة، أهمها زيادة حجم التبادل التجاري، خاصة في مجالات تصدير اليوريا والفوسفات والميثانول ومواد البناء من مصر إلى بولندا، وكذلك تكثيف التعاون في مجالات التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات، فضلاً عن الخدمات السياحية والعلاجية، والاستفادة من الخبرة البولندية في هذه المجالات، وكذا عن نقل وتوطين التكنولوجيا البولندية في مصر. كما رحب الرئيس السيسي بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية لرحلات مباشرة بين القاهرة وورسو، وموضحا أن تلك الخطوة ستسهم في تيسير حركة الانتقال والاستثمار ما بين البلدين. وتم الترحيب أيضا بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين القاهرة وورسو اعتبارا من 31 مايو 2022، وهي الخطوة التي نعول عليها كثيراً من أجل تيسير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين، مما سيصب في صالح جهود جذب الاستثمارات البولندية إلى مصر وزيادة حركة التدفق السياحي البولندي إلى المقاصد المصرية، لا سيما أن بولندا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لدعم بولندا لجهود مصر للقضاء على الإرهاب، داعيا لبذل المزيد من الجهد لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية. ولقد حرصت على اطلاع الرئيس البولندي على كافة التطورات التي تشهدها مصر في المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبي، مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تم استعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، لا سيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021. وكذا ما يتعلق بالتطور الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، وذلك بالنظر لما هو معروف عن الاهتمام الخاص الذي تريه بولندا لمسألة الاضطهاد الديني في جميع المحافل الدولية ذات الصلة. كما أعربت عن تطلع مصر لدعم بولندا لجهود مصر للقضاء على الإرهاب، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة بهدف حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على الحاجة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية.
وقد تطرقت المباحثات أيضاً إلى استعراض الجهود التي بذلتها مصر من خلال جميع مؤسساتها لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا عبر البحر المتوسط، وذلك على الرغم من العبء الملقى على اقتصادنا من خلال استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية في مصر. هو الأمر الذي كان له طيب الأثر في تخفيف ضغط الهجرة على القارة الأوروبية التي تشهد دولها تدفقاً مكثفاً للمهاجرين مؤخراً. هذا وأضاف الرئيس أن مباحثات مع نظيرها البولندي استعرضت ملف سد النهضة والجهود المصرية على مدار عقد كامل من المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق منصف وملزم قانونيا بما يكفل عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية وبحقوق الأجيال الحالية والقادمة من نياه النيل. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، فقد تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لمصر، وفي مقدمتها ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الجهود المصرية على مدار عقد كامل من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق منصف وملزم قانونياً بما يكفل عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية وبحقوق الأجيال الحالية والقادمة من مياه النيل المصدر الأساسي للمياه بالنسبة لمصر. وفي ذات الوقت يضمن فيه أيضاً بشكل عادل تحقيق الأهداف التنموية للشعب الأثيوبي. كما تطرقت المباحثات إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القضية الجوهرية في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية حل دولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهو الأمر الذي يتطلب وقف سياسة الاستيطان واقتطاع الأراضي الفلسطينية، ويستلزم إيجاد مناخ هادئ يتيح الفرصة لمفاوضات جادة وبناءة تفضي إلى تسوية مستدامة لهذا النزاع الممتد. وفي حديثه عن الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس السيسي أن الأزمة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره وتهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الموقف المصري تجاه الأزمة يقوم على الحل السلمي لها. وعلى الصعيد الدولي، تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره وتهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم، حيث زم الاستماع لوجهة النظر البولندية إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها. كما تم استعراض وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد، والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. وفي هذا السياق تم استعراض الجهود المصرية المبذولة للمساهمة في تسوية الأزمة من خلال المبادرة المصرية لتشكيل مجموعة اتصال وزارية في إطار الجامعة العربية، والتي قامت في شهر أبريل الماضي بزيارة إلى كل من موسكو ووارسو لالتقاء بوزراء خارجية الدول المعنية لحث جميع الأطراف على التهدئة وتغليب لغة الحوار والتفاوض وصولاً إلى تسوية تجنب الجميع وعلات الحرب وآثارها الاقتصادية الوخيمة.
أعرب الرئيس البولندي أندري دودا عن تطلعه إلى تعميق العلاقات المصرية البولندية. وخلال المؤتمر الصحفي أكد الرئيس البولندي أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت القضايا الحالية والتعاون الاقتصادي ما بين البلدين، مشيرا إلى أن التعاون مثمر ودائم ما بين البلدين. تحدثنا أيضا مع فخامة الرئيس على الأمور الحالية الجارية وعن التعاون الاقتصادي، إن مصر يعتبرها البولنديون من أقرب الدول العربية، حيث أن التعاون مثمر ودائم، وأن مصر دولة محبوبة في بولندا. وعندما تحدثت مع السيد الرئيس ومع السادة الوزراء، فلا يوجد في بولندا أي صورة نمطية عن المصريين، مما يجعل من هناك قاعدة أساسية للتعاون الاقتصادي في مجال التعاون ومجال التعاون الرقمي مثلا، وفي مجالات أيضا تبادل المعلومات والتقنيات الحديثة، في مجال التعاون المشترك العسكري أيضا والزراعي. كما أعرب الرئيس البولندي عن تفهمه لأهمية مياه النيل بالنسبة للمصريين، مؤكدا دعم بلاده لمصر فيما يتعلق بملف سد النهضة. تحدثت أيضا عن أن هناك إمكانية واسعة للتعاون مع في مجال العلوم المائية، وأن عملية استفادة الاقتصاد المائي هو قضية مهمة لكلا الدولتين، ونحن هنا مستعدون لمشاطرة الجانب المصري كل هذه التجارب. نحن نتفهم أهمية مياه النيل وما يتعلق بسد النهضة الذي يشكل أرقا للسلطات البولندية. نحن سندعم السلطات البولندية والسلطات المصرية ومصر في أن لا تؤثر هذا السد وبنائه على الاقتصاد والزراعة المصريين. وهي قضية ليست فقط تتعلق بمصر وحده، وإنما بجزء كبير من شمال أفريقيا. وهنا لا شك لدينا أبدا بأن هذا الدعم من الجهة البولندية هو موجود. هذا وشهد الرئيس السيسي ونظيره البولندي مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين بقصر الاتحادية. تضمنت المراسم توقيع مذكرة تفاهم ليتعاون في مجال البحوث الزراعية، وأخرى ليتعاون في مجال الرياضة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية بولندا. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي قد استقبلا الرئيس البولندي أندري دودا وقرينته في قصر الاتحادية. أجريت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلم الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بقصر الاتحادية الرئيس أندري دودا رئيس جمهورية بولندا والسيدة قرينته، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس أندري دودا في بلده الثاني مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة بين البلدين والحرص على ترسيخ التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات. وأعرب الرئيس أندري دودا عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر. وقد شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث أعرب السيد الرئيس عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع بولندا في إطار تجمع دول فيشغراد،
وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمي الهام، نظراً لأنه يتضمن دولاً صديقة ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر. من جانبه أعرب الرئيس البولندي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكداً الحرص على الاستمرار في دفع تلك العلاقات في ظل ما تمثله مصر من ركيزة هامة وأساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خاصة ما يتعلق بتعظيم العلاقات الاستثمارية بين البلدين في ضوء الصلابة التي أظهرها الاقتصاد المصري تجاه التحديات والأزمات العالمية المختلفة، وما تتيحه المشروعات القومية الكبرى الحالية في مصر من فرص استثمارية ضخمة لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تم التباحث بشأن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وسبل الاستفادة من الخبرات البولندية في هذا الصدد في ظل استضافتها لثلاث دورات سابقة للقمة. وتم التوافق كذلك بشأن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالشق الموضوعي للقمة، وذلك لدعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي. كما تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث أوضح الرئيس البولندي وجهة نظر بلاده إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها. كما استعرض السيد الرئيس وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد، والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تشرفها باستقبال السيدة أغاتا كورنهاوز قرينة رئيس جمهورية بولندا، متمنية لهما قضاء وقت ممتع في بلدهم الثاني مصر. أكدت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن لقائها مع قرينة رئيس جمهورية بولندا كان حافلا بالمناقشات الثرية حول اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بذوي الهمم وتمكين الشباب والمرأة. وأوضحت السيدة انتصار السيسي أن اللقاء تطرق أيضا إلى مبادرة مصر المهمة حياة كريمة، والتي تستهدف تغيير وجه الحياة في كل أنحاء الجمهورية. التقى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس البولندي أندري دودا على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري البولندي. أشاد رئيس الوزراء بإنشاء مجلس الأعمال المصري البولندي وإطلاق أعماله خلال هذه الزيارة، بما يزيد من زخمها الاقتصادي ويوفر الفرصة للتنسيق بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم البولنديين. من جانبه أكد الرئيس البولندي ثقته في أن هذه الزيارة ستكون لها آثار إيجابية على تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة مع تنظيم منتدى الأعمال المصري البولندي. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على حرص مصر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر، وخلال مشاركته مع الرئيس البولندي في فعاليات منتدى الأعمال المصري البولندي، أكد مدبولي أن ارتفاع حجم التبادل التجاري ما بين البلدين في عام 2021 يعد مؤشرا إيجابيا يشجعنا على العمل معا من أجل مضاعفة هذه الأرقام. ولفت مدبولي إلى أن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع في 7 يونيو لعام 2021 وما بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومنطقة كاتوفيتس الاقتصادية البولندية لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر سوف يفتح أفاقا واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر. لا شك أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 ليصل إلى نحو 720 مليون دولار، منها 300 مليون دولار صادرات مصرية، يعد مؤشراً إيجابياً يشجعنا على العمل معاً من أجل مضاعفة هذه الأرقام وتعزيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة
من المزايا التي يمتلكها البلدان. واتصالاً بذلك، فإن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع في 7 يونيو 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومنطقة كاتوفيتسا الاقتصادية البولندية لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر سوف يفتح آفاقاً واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر، ونحن من جانبنا حريصون كل الحرص على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاز هذا المشروع. كما أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى تكبد الاقتصاد المصري لخسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه وغير مباشرة تقدر بنحو 335 مليار جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالميا وتوقف تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا. كما شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016 نجحت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وأسهمت في اجتياز تحديات وتداعيات جائحة كورونا. كما أشار إلى أن مصر كانت من الدول المحدودة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال جائحة كورونا. اتخذت الدولة المصرية عددا من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، مستهدفة الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وأسواق المال الدولية، وقامت الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة. وغني عن البيان أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016 نجحت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وأسهمت في اجتياز تحديات وتداعيات جائحة كورونا، بل كانت مصر من الدول المحدودة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال الجائحة. أكد الرئيس البولندي أن مصر إحدى الدول الكبرى في المنطقة ولذا تعد دولة جاذبة للمستثمرين البولنديين. وخلال كلماته بالمنتدى الاقتصادي المصري البولندي، وصف دودا المنتدى بأنه يعد نقطة تحول كبيرة في العلاقات البولندية المصرية. كما أكد أنه كرئيس لدولة بولندا فإنه مهتم للغاية بتطوير وتعزيز العلاقات مع مصر. على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي المصري البولندي، حضر الرئيس البولندي أندري دودا ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في التصنيع المشترك لأطقم التحويل للعمل بالغاز الطبيعي CNG للمركبات. بموجب بروتوكول التعاون، فإن الهيئة القومية للإنتاج الحربي ستقوم بتصنيع المكونات والتجميع من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى شركتها طبقاً لتصميمات شركة بولندية. كما ستعمل على زيادة المكون المحلي المصري، وكذا ستشارك الهيئة في وضع المواصفات الفنية لتدبير المكونات المستوردة والمحلية. شهد الرئيس البولندي أندري دودا ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة بجمهورية بولندا، وذلك في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية. وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان على تشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة، وكذلك تشجيع تبادل وفود وزيارات رجال الأعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار. أكدت الهيئة العامة للاستثمار حرص الحكومة على تبسيط إجراءات الاستثمار ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين. وخلال لقائه وفدا من كبرى الشركات البولندية لبحث فرص التعاون والشراكة الاستثمارية بين البلدين، دعا المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مجتمع الأعمال البولندي لعقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال المصري للاستفادة من التكنولوجيا البولندية وموقع مصر المتميز والاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي عقدتها مصر، مؤكدا أن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.
استقبل قداسة البابا تودروس الثاني الرئيس البولندي أندري دودا وقرنته في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالحبسية. أشار البابا تودروس في كلمته إلى أن مصر صاحبة التاريخ الطويل والحضارات، مشيدا بالدور الذي تقوم به بولندا كإحدى قادة العالم في الاهتمام بالقضايا الإنسانية. أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم دعم عاجل لمواطن في محافظة أسوان عقب تعرض منزله لحريق نشب فيه. وقالت المؤسسة إنها تحركت على الفور لتنفيذ تلك التوجيهات بتقديم كافة أوجه الدعم العاجل واللازم لأسرة المواطن في قرية الحكمة بوادي النقرة بأسوان، مشيرة إلى أن فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة قامت بشكل عاجل بالتواصل مع المواطن المتضرر لتقديم كافة أوجه الدعم له ولأسرته من ترميم المنزل وتقديم المواد الغذائية والمفروشات والأجهزة الكهربائية اللازمة. وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون باختلاف ونقل تبعيته إلى رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس أمناء للصندوق يختص برسم سياساته. في جلسته العامة وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائياً على مشروع قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل تبعيته من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية. مشروع القانون هو بيحاول انه يؤسس الوضع صندوق لتمويل المشروعات الخاصه او كل ما بيحتاجه ذوي الاعاقه لاعانتهم على الحياه، وده الحقيقه بيعتبر مهم للغايه علشان ذوي الاعاقه زي ما السيد الرئيس بيهتم بيهم وخصص ليهم عام 2018 عام ذوي الاعاقه، فهذا الاهتمام محتاج ان يترجم على ارض الواقع من خلال هذا الصندوق. احنا بالتاكيد النهارده كنا حريصين كل الحرص على تقديم كافة السبل الدعم ممثلة في النقاط التشريعية اللي توفر لهم يعني انهم يحصلوا على حقوقهم بشكل كبير جدا ويدمجوهم في المجتمع المصري، عشان ان دل ده يدل ان القيادة السياسية والدولة المصرية حريصة على حفاظ على النسيج المصري دون اي تمييز بين اعضاء. بيخدم شريحة كبيرة جدا كلنا عارفين انها تمثل اكثر من 12 مليون مواطن مصري موجودين في احتياج لمثل هذا القانون، فمن هنا جاءت أهمية هذا القانون اللي ناقشه مجلس الشيوخ النهارده. نقطة إضافية تانية ومهمة اللي خليت اللي هي برضو من ضمن مشروع القانون إنشاء مجلس الأمناء أن يعني يكون برئاسة رئيس الجمهورية. ذوي الإعاقة في بلدنا بالتحديد هم يستحقوا الاهتمام ده، لأن هم في كل المحافل الدولية وفي كل الأماكن أو ما يظهروا في الرياضة في الإعلام في العلمي في الحاجات أي حاجة اللي علاقة بالقطاع العلمي أو قطاع الاتصالات فعلا هم بيثبتوا جدار، فهم أهل لهذا الاهتمام وأهل إن إحنا نبص لهم بعين الاعتبار ويحصل لهم دمج في المجتمع ونستفيد من خبراتهم وطاقتهم الواضحة جدا إن هي بتبذل يعني بتثبت طول الوقت إن هي طاقات جيدة جدا. وخلال الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أهم المحاور اللي كانت عرضتها الخطة النهاردة إزاي كنا شايفين إن إحنا محتاجين نواجه التحديات دي ويبقى عندنا يعني استشراف للتحديات والأزمات اللي جاية وإزاي نواجهها الفترة اللي جاية. مختلف القطاعات كان عندنا قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الاقتصاد، قطاع السياحة، محاور كتير كانت محل مناقشة النهاردة في الخطة. كان عندنا رؤية إن إحنا محتاجين إحنا كمجلس شيوخ في بدوره الأصيل في إقرار الخطة، كان أمر مهم جدا إن إحنا الفترة اللي جاية إزاي هنشتغل مع الوزراء المعنيين في اللجان المختلفة نناقش الخطة بالتفصيل على مدار السنة يبقى عندنا تقرير دوري عن مؤشرات قياس الخطة. ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم 12 يونيو لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في الجلسات المقبلة.
عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج لتدبير احتياجات قطاع الصناعة. ووجه مدبولي بالتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية والبنك المركزي ضمن مجموعة العمل التي تشكلت بتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق دورها في المتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج. التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي طارق عامل للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة. صرح متحدث مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بشأن توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية في ظل التحديات التي تشهدها أسواق السلع عالميا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. أضاف المتحدث أنه تم استعراض جهود تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج وتوفيرها لقطاع الصناعة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مواصلة العمل من أجل تعزيز فعالية جهاز حماية المنافسة لضمان قيامه بالدور المنوط به لاستكمال الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لاستعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي. شهد الاجتماع الكشف عن أن الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي تتضمن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء. أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والجزائر. كذلك خلال لقاء رئيس الأركان اللواء حسنات بالقاسم رئيس دائرة الاستعمال والتحضير رئيس الوفد العسكري الجزائري الذي يزور مصر حاليا ضمن فعاليات لجنة التعاون العسكري المصرية الجزائرية، حيث أكد رئيس الأركان على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات ما بين القوات المسلحة لكلا البلدين. من جانبه أشاد اللواء حسنات بالجهود التي تبذلها مصر وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 76 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 43 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 18 طنا. وفي مجال البيع بأسعار أزيد لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 631 قضية من بينها 186 قضية خبز ناقص الوزن و171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 87 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. تحت شعار مواجهة جرائم غسل الأموال أمنيا وتشريعيا، نظم قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال الجريمة المنظمة. المزيد في هذا التقرير. أحد أهم صور المكافحة غير المباشرة للجريمة المنظمة ومنها مكافحة المخدرات هو حرمان مرتكب تلك الجرائم من الاستفادة من الأموال المتحصلة من تلك الجرائم. من هذا المنطلق تأتي أهمية المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال الجريمة المنظمة الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة على مدار 3 أيام تحت عنوان مواجهة جرائم غسل الأموال أمنياً وتشريعياً.
سلط المؤتمر الضوء على الإطار التشريعي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية ذات الصلة لمواجهة تلك الجرائم، واستعراض نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والتشريعية. أصبح الإرهابيين بيرتكبوا هذه الجريمة بصورة بقت متكررة، بيرتكبوا جرائم مخدرات ويغسلوها عشان يشتروا سلاح أو يأووا أو يحددوا أو يحككوا أماكن وملاذات أمنة للإرهابيين. المجرم بيحاول أن يقول أن المال ده مال جاي من طريق مشروع أو جاي من مصدر مشروع، فبيموه مصدر حصوله على هذا المال ويغطيه بطرق متعددة. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتتعاون مع جهات الوزارة المختلفة والجهات المختلفة الأخرى من وزارة العدل والوزارات الأخرى في عمليات ضبط قضايا غسل الأموال. التعاون ده بيسفر عن مزيد من الجهد في تحجيم تجار المخدرات ومكافحتنا لعرض المواد المخدرة داخل الجمهورية. أنهى المؤتمر جلساته بعدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها عقد دورات تدريبية للقائمين على إنفاذ قانون مكافحة غسل الأموال لتأهيلهم وصقل مهاراتهم في هذا المجال، والتعريف بالأساليب المستحدثة في هذه الجرائم، وسرعة إصدار أوامر منع التصرف في الأموال وإجراءات التحفظ وتشديد عقوبة جرائم غسل الأموال. نخرج بتوصيات جديدة في نهاية كل مؤتمر بيتم دراستها لتعديل التشريعات اللازمة لاستكمال عملية المكافحة لغسل الأموال على الوقت اللاحق. أسفر المؤتمر عن العديد من التوصيات الفاعلة، أهمها عقد ورش عمل تنسيقية تضم أجهزة إنفاذ القانون ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعظيم أطر التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية وصولاً لتطوير استراتيجية مصر في مكافحة جرائم غسل الأموال. وتتصدى وزارة الداخلية بكل حسم وفاعلية لجرائم غسل الأموال لتأثيرها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد أهمية هذا المؤتمر في دعم وتنسيق جهود المكافحة. توجه وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ مساء اليوم، توجه إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في فعالية الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ. يعقد الاجتماع بمشاركة نائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ ووزير البيئة والتغير المناخ الكندي ووزير البيئة الصيني، فضلا عن وزير الدولة البريطاني رئيس الدورة 26 لمؤتمر الأطراف والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بجانب العديد من الوزراء والمسؤولين من شتى الدول وممثلي مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي. صرح المتحدث باسم الخارجية أنه من المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الاجتماع في إطار الجلسة الخاصة ببحث الجهود المبذولة على صعيد عمل المناخ الدولي خلال العام الحالي، حيث يستعرض خلالها رؤية مصر لشتى جوانب عمل المناخ الدولي. هذا ومن المقرر أن يعقد شكري لقاء مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليند لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والسويد في عدد من المجالات أبرزها التنمية والاستثمار والتجارة والسياحة والتحول الأخضر. أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية حل الأزمة في أوكرانيا بما يحقق مصالح البلدين وأمن واستقرار القارة الأوروبية والأمن والسلم الدولي،
خلال استقبال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، أكد ملك البحرين على ضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع الروسي الأوكراني وتضمن الأمن والسلم لكافة الأطراف وتحفظ حياة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة للاجئين والنازحين. قرر الاتحاد الأوروبي خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين. هذا وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الاتحاد وافق على فصل سايبر بانك أكبر بنوك روسيا عن نظام سويفت المالي العالمي وحظر ثلاث وسائل إعلام مملوكة لموسكو. جاء ذلك خلال قمة قادة وزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين ليصل سعر برنت فوق 121 دولارا في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الارتفاع. كانت آخر مرة خرق فيها خام برنت مستوى 120 دولارا للبرميل كانت في أواخر مارس قبل وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي. كما ارتفع سعر الخام الأمريكي ليصل إلى 117.18 دولار للبرميل. أعلنت شركة الطاقة الرئيسية في هولندا غاستيرا التي تعود ملكيتها جزئيا إلى الدولة الهولندية أن شركة غازبروم الروسية علقت عملية تسليم الغاز اعتبارا من الثلاثاء، مشيرة إلى أنها سبقت الأمر من خلال شراء الغاز من جهة أخرى. قالت وزارة الطاقة الهولندية إن وقف غاز بروم الروسية تسليم الغاز إلى هولندا لن يؤدي إلى نقص الغاز الطبيعي، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها لن تفعل خطة الطوارئ بعد هذه الإجراءات. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا. جاءت تصريحات في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة جو بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف. طلب الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية عثمان الجرنزي بوقف عضوية البلاد في لجنة البندقية وطرد مبعوثيها. وأكد سعيد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية على أنه لا مجال للتدخل في شؤوننا الداخلية، مشددا على أن سيادة البلاد غير قابلة للمساومة. هؤلاء إن كانوا في تونس فهم أشخاص غير مرغوب فيهم، بيرسونا نون غارتا، ولن يأتوا إلى تونس. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية، ولازم الأمر فتنتهي عضويتنا في هذه اللجنة التي تسمى لجنة البندقية. نحن لا نقبل بأي تدخل في شؤوننا الداخلية، لا نقبل بالمس بالسيادة التونسية. اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج. أكد بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق إلى الوضع العام في البلاد بالإضافة إلى ملف الاستفتاء. الآن وقفة مع أخبار الرياضة.
أدى المنتخب الوطني ميرانه الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال وذلك على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار. شارك في الميران جميع اللاعبين المحترفين ما عدا محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزية حيث يصل يوم الثلاثاء إلى القاهرة، وكذلك أحمد حجازي المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي. توج فريق الوداد المغربي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وسجل هدفي الوداد زهير مترجي في الدقيقتين 15 و48 وهذه المرة الثالثة التي توج فيها الفريق المغربي بلقب البطولة على مدار تاريخه. تعادل فريق البنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما باستاد بيتروسبورت ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما احتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 25 نقطة. توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين والممنوحة بتصويت الجماهير. تألق محمد صلاح خلال الموسم مع ليفربول وسجل 31 هدفا وصنع 16 في 51 مباراة خاضها مع الفريق في جميع البطولات. فاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدف وجائزة أفضل صانع أهداف، كما توج مع ليفربول الموسم الجاري بكأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إعداد تقرير مستقل عن الأحداث المحيطة بنهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، وقال الاتحاد الأوروبي إنه كلف لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث المتعلقة بالتذاكر ومشاكل الجماهير خلال نهائي دوري أبطال أوروبا والذي أقيم في باريس. أضاف في بيان أن المراجعة الشاملة ستدرس عملية صنع القرار والمسؤولية والسلوكيات لجميع الهيئات المشاركة في النهائي. اعتذرت السلطات الفرنسية عن الاضطرابات التي شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت الماضي، لكنها أكدت أن قوات الشرطة لا تتحمل اللوم وحدها. وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية إن المنظمين واجهوا صعوبات في الطريقة التي أداروا الحشود بها، لكنها قالت إن إضراب النقل والوصول المتأخر قد أسهم في المشاهد الفوضوية التي أجلت بدء المباراة لمدة 37 دقيقة. إذن مشاهدينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة والشكر موصول للزميلة دانا مدحت.